شكرا استاذ نشأت. دكتور عبد المنعم قال لنا يعني تبريد والتسخين والتبريد او التصعيد والتبريد فهو التصعيد احنا شايفينه والتبريد او محاوله يعني تلجيم او لجام المشاكل من خلال زياره بلينكن وتحركات مصر والمبادره المصريه الى اخره. لكن ايضا موضوع التنافس الاقليمي ده عايزين برضو نتعرض له بشكل او باخر خلال ثنائي النقاش. الحلقه عندنا ضيوفنا اللي مشرفينا لاول مره انه احنا مش اسئله واجوبه، احنا بنناقش مع بعض زي صالون ثقافي، يعني ممكن كلنا نتكلم في اي موضوع ونرد على بعض، مش شرط يكون في اسئله. اتفضل دكتور محمد. شكرا فندم. يعني دكتور عبد المنعم استخدم مفهوم التسخين والتبريد، انا هستخدم مفهوم اخر اللي هو تطورات ايجابيه وتطورات سلبيه، سواء ما يتعلق بالمشهد الدولي والمشهد الإقليمي. أنا هبدأ بالمشهد الدولي، الصورة الكبيرة. الحقيقة يعني في تطور بدأ مع نهايات 2023 وأعتقد هيستمر معانا في 2024، وهو أنه يعني بدأ يتبلور شكل من أشكال التهدئة والتوافق بين الولايات المتحدة والصين، وبدأ أنه يبقى في لدى الدولتين وخاصة الولايات المتحدة أنه تدرك أنه في تنافس، ولكن علينا أن ندير هذا التنافس. فبدل ما بتتكلم على مفهوم الصراع وحتمية الصراع، لا، التعبير المستخدم هو إدارة التنافس. أنا أعتقد ده تطور إيجابي وهينعكس على العديد من الملفات الدولية والملفات الإقليمية. دي نقطة. الجانب السلبي في الصورة الكبيرة اللي حضرتك أشرت إليها يمكن في المقدمة هي الحرب الأوكرانية، اللي هي بنتكلم بقى تهدئة صينية أمريكية، ولكن استمرار في التصعيد الروسي الأمريكي الروسي الغربي. حرب أوكرانيا يعني وصلت في مرحلة ما إلى حالة من الجمود العسكري. الهجوم المضاد الأوكراني فشل. الغرب الآن بيراجع نفسه ومتردد في مسألة مساندة أوكرانيا عسكريا إلى آخره. روسيا بدأت تستعيد المبادرة من الناحية العسكرية. فالأزمة دي الحقيقة مستمرة وهتؤدي إلى ازدياد واستمرار التوتر الروسي الأمريكي والتوتر في القارة الأوروبية. لو هننتقل للمشهد الإقليمي، الحقيقة في عدد من التطورات الإيجابية جدا، ربما آخرها اللي انتهى من يعني ساعات وهي قمة العقبة. أنا شايف الحقيقة في غاية الأهمية، لأنها يعني بتسعى إلى بلورة موقف موحد من قضية غزة من أهم ثلاث أطراف، مصر والأردن والسلطة الفلسطينية. أهم ثلاث أطراف جغرافيا وتاريخيا وبحكم الواقع. هذا الموقف الموحد يعني ظهرت مؤشراته في البيان الختامي أو ما صدر عن القمة، برفض تصفية القضية، رفض التهجير، رفض احتلال إسرائيل لأي أجزاء من غزة، أهمية عودة سكان غزة إلى مساكنهم ومناطقهم إلى آخره. لكن الحقيقة برضو القمة دي أهميتها إنها بتوجه رسالة دعم للسلطة الفلسطينية. لا يمكن التحرك أي خطوة للأمام فيما يتعلق بملف غزة بدون السلطة الفلسطينية. فالقمة أعتقد وجود الرئيس محمود عباس يعني وجهت رسالة دعم كبير جدا للسلطة الفلسطينية ودورها المستقبلي. أنا أعتقد زيارة بلينكن أيضا كما أشار الدكتور عبد المنعم كان فيها عدد من الجوانب الإيجابية. أحد هذه الجوانب أنه العديد من الدول العربية أعلنت عن يعني قبولها أو عدم رفضها من حيث المبدأ للإعمار، وأنها تشارك في ترتيبات أمنية ما تتعلق بمستقبل غزة. لكن النقطة الثانية الحقيقة في غاية الأهمية
انه بقى في تغير في الموقف العربي وايضا الموقف الامريكي فيما يتعلق ب يعني التوسع فيما يسمى بالسلام الابراهيمي وعمليه التطبيع العربي الاسرائيلي. يعني بلينكن استمع من قيادات العواصم العربيه اللي زارها انه لسه في اهتمام بعمليه التطبيع بعمليه السلام، ولكن لا يمكن ان نفتح هذا الملف مره اخرى الا اذا كان في افق واضح يتعلق بمستقبل القضيه الفلسطينيه واقامه الدوله الفلسطينيه. انا شايف ده الحقيقه تطور كبير جدا، ويعني ممكن نقول ده أصبح شرط عربي وأصبح أيضا شرط أمريكي، لأنه يعني لقى ترحيب من الولايات المتحدة. فأنا شايف الحقيقة ده أيضا من التطورات الإيجابية. التطورات السلبية الحقيقة يعني بتتعلق بإسرائيل على وجه التحديد. صحيح حصل بعض التغيير في التكتيكات العسكرية على الأرض، لكن في المقابل بنشهد يعني تصعيد في الخطاب السياسي الإسرائيلي، وأنه أحد أهداف الحكومة الإسرائيلية الحالية ونتنياهو على وجه التحديد هو البقاء في الحكم وتأجيل ساعة الحساب والحفاظ على هذا الائتلاف اليميني العنصري المتعصب. وبالتالي يعني مواقف أكثر تشددا من الناحية السياسية الحكومة الإسرائيلية، طرح طبعا غير مقبول فيما يتعلق بمستقبل غزة وكيف تدار غزة والترتيبات الأمنية. لكن أنا أعتقد أيضا لو شفنا كده في بصيص أمل في هذا الأمر، إنه الإدارة الأمريكية ويمكن العالم بشكل أوسع بدأ يعني يترسب لديه قناعة أنه يعني صعب أن يتحقق أي تقدم فيما يتعلق بالملف السياسي ومستقبل غزة مع هذه الحكومة الإسرائيلية بتشكيلها الحالي، ولا بد من البحث عن بديل لها. التطورات السلبية الأخرى اللي أشار إليها يمكن دكتور عبد المنعم اللي هو احتمالات التصعيد، يعني في فعلا توسيع للحرب ما زال محسوب من إيران من حلفائها من الحوثيين، ولكن ممكن يفلت في أي لحظة. النقطة اللي محتاجة الحقيقة مننا نقاش بتتعلق بإيران، إنه إيران أعتقد بتعيد ترتيب أوراقها وبتعيد ترتيب يعني تموضعها الاستراتيجي في المنطقة باستخدام أي أدوات وأي أدوات يكون لها الأولوية، بما فيها طبعا التصعيد في البرنامج النووي والتخصيب إلى آخر. النقطة الأخيرة اللي عايز أشير إليها تتعلق بالولايات المتحدة، وأنا كنت في زيارة قصيرة للولايات المتحدة الأسبوع الماضي. الولايات المتحدة خلاص دخلت في المزاج الانتخابات، خلاص كل بيتكلم على الانتخابات والانتخابات التمهيدية وبايدن وترامب طبعا ده ليه شق إيجابي، وهو أنه في الحزب الديمقراطي والرئيس بايدن بدأ يدرك أنه القضية الفلسطينية على الأقل في هذه اللحظة يعني لها أبعاد انتخابية وتؤثر على التحالف الذي جاء به إلى البيت الأبيض. فالجانب الإيجابي إنها ربما على الأقل الآن على مستوى الخطاب الإدارة بدأت تتكلم لغة مختلفة، لكن الحقيقة كل ما يعني هنقرب أكتر من الموعد للانتخابات كل ما القضايا الداخلية في الولايات المتحدة هيكون لها الأولوية. قضايا الاقتصاد، القضايا بتتعلق بالهجرة، القضايا الثقافية، تأثيره على المنطقة سلبي ولا إيجابي؟ لا هيبقى سلبي، يعني انصراف أمريكا أعتقد بالزبط. هتروح باهتماماتها اللي كانت ضدنا أصلا دكتور محمد. بالظبط بالتأكيد بالتأكيد. فالانشغال ده كمان اللي بيراهن علينا نتنياهو الحقيقة، وده أحد أهدافه من أنه الحرب تمتد لأطول فترة ممكنة حتى تنشغل الولايات المتحدة
بالموضوع وحتى يضمن هو بقاءه في السلطه، لكن ليس لتحقيق الاهداف بالتاكيد. فانا شايف الحقيقه ده يعني الجانب السلبي فيه اكبر كثيرا من الجانب الايجابي، وبيراهن علينا نتنياهو على وجه التحديد. تمام. معرفش دكتور عبد المنعم، حضرتك بتكلم دائما على فكره محور او حلف او مجموعه الاصلاح العربي، واتكلمنا عليها من سنتين، نتكلم لما جابوا الامريكان عندهم في السعوديه واحنا كلنا كنا حاضرين، وبعدين جابوا الصينيين. فربما يكون هناك زي ما قلناها قبل كده سميناها الدول العربيه وصلت لمرحله الفطام السياسي وبتعتمد على نفسها. هل يمكن ان امريكا خطوه الى الوراء عشان الانتخابات قد تدفع المحور العربي الجديد الاصلاحي ان هو يتولى زمام المبادره ويتحرك دون وصايه امريكيه؟ انا اعتقد في فرصه، في فرصه، وكل ما يبقى فيه تنسيق عربي زي برضو قمة العقبة اليوم. قمة العقبة اليوم أهميتها أنه بايدن يعني ربما خلال ساعات سيصل إلى القاهرة. القاهرة هي المحطة الأخيرة. بلينكن أنا آسف. بلينكن المحطة الأخيرة له ستكون في كل الملفات بالظبط. فعشان كده مصر الحقيقة هتتكلم، وهي بتتكلم هتعبر أيضا عن التوافق اللي تم التوصل إليه في قمة العقبة. فكل حقيقة ما يبقى في توافق عربي في ظل الغياب الأمريكي يمكن ملء هذا الفراغ.